مذبوح، هذايا السطح تاع السطوح. علينا تكثيف عددنا والتوجه تاع الخربة هذيك في مسيرة نجم الخاتم ياي. احنا حبينا على الخيمة ضربوا بالغاز ضربوا بالغاز. هجمتها الفاشية المكشوفة على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بميليشيات حماية الثورة، ويزيد البوليس اللي كان يتعين عليه ودوره انه يحمي مقر منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل ويساندهم بإلقاء قنابل المسيل للدموع داخل ساحة محمد علي. هذا يؤكد ان الحرب اللي حالتها الحركة الفاشية حركة حزب حركة النهضة انها حرب معلنة ضد جماهير شعبه، لكن جماهير شعبنا لن يتخلفوا على النظام، كلفه ذلك ما كلفه. نحن نقاوم بصفه مدنيه سلميه عزل من كل سلاح. الشعب يريد اسقاط النظام، 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 الشعب يريد اسقاط النظام. Thank you.
نطق رسمي باسم حركة خناكتونة، حملة خناكتونة. وإحنا كنا اجتمعنا العشية مجموعة الحركات الشبابية التمردية الموجودة في تونس، تمرد وخناكتونة وعصيان وعدنا وكشمات والحركة الثورية الثقافية وأهل الكهف وفني رغم عني. كنا اجتمعنا العشية وخرجنا ببيان واضح اعتبرته بعض الأطراف عالي اللهجة إلى حد ما. البيان هذا يتعلق بحل المجلس الوطني التأسيسي وإيقاف نشاطه، وندعو فيه معناه عموم المواطنين التونسيين والتونسيات لاسترجاع معناه السلطة اللي تفكت منهم في ما يسمى بمؤسسات السيادة. وبعد ما دعينا للتحرك هذا اللي انطلق 9 متاع الليل من أمام نزل الانترناسيونال في شارع حبيب بورقيبة، معناها تم تهجم على التحرك بالقنابل المسيلة للدموع، مما اضطر المناضلين ومجموعة المتظاهرين للتراجع على ساحة محمد علي. بعد في ساحة محمد علي تم استنزاف قواه بصراحة المتظاهرين من خلال عركة مع مجموعة من الميليشيات اللي جات تحاول أن تعلن مساندتها للحكومة اللي بين أكبر ظفرين في العالم شرعية. وفيما بعد تخذ القرار بدخول شارع حبيب بورقيبة والاتجاه نحو المجلس الوطني التأسيسي. نحن اليوم قدام المجلس الوطني التأسيسي، والأصدقاء منذ قليل أعلنوا عن اعتصام، ونتخيل باعتبار غدوة أعلن اتحاد عام تونسي للشغل إضراب وطني عام. نتخيل اللي الاعتصام هذا نجم يتحول لتحرك كبير. على كل حال واضح وبين جدا معناها اللي المواطن التونسي على وعي شديد بالمستوى الخطير اللي وصلت له البلاد، وبقصور وجهل وتقاعس الحكومة هذه إذا كان مش تورطها اللي يبدو موجود بشكل أو بآخر. وعليه فإن نحن مواصلين، وإن مجموعة المطالب والسقف الواضح اللي حطه الشعب التونسي من أجل معناها إعادة الثورة إلى مسارها الطبيعي وتحقيق أهدافها في أقرب وقت ممكن، من أجل الوطن مختلف فيه إيمان فعلي بالحرية وإيمان فعلي بالعدالة الاجتماعية للناس هذه كلها بدون تمييز أو بدون ما يسمى بالتونسي الحجرة معناه. نعتبر أن اغتيال محمد البراهمي الشهيد محمد البراهمي ما هو إلا نتيجة لتواصل المسار اللي نبهت الناس إلى خطورته، مش فقط منذ اغتيال الشهيد شكري بالعيد، بل من 23 أكتوبر. القوة الثورية في البلاد كانت المسألة واضحة لها، مسار ما بعد 14 جانفي واللي تكثف أكثر في 23 أكتوبر بين أنه مسار معادي للثورة. والمسار المعادي للثورة هذايا مدامه ما قامش بمحاسبة قتلة الشهداء، مدامه ما حقق حتى شيء من الأهداف العامة والخاصة للثورة، من الطبيعي جدا في ظل سلطة وحكومة رجعية وفي ظل قوى أجنبية رجعية تحافظ على تعمل على المحافظة على تأبيد الوضع وعلى النظام القائم هذا، ما ينجم يكون يؤدي إلى أنه إلا إلى أنه يوصل إلى الاغتيال السياسي الأول والاغتيال السياسي الثاني، وقد تتواصل الاغتيالات هذه في صورة ما بقيت الوضعية على ما هي عليه. اليوم الواحد ما ينجم كان يحيي الشباب الثائر اللي هبط قدام مسجد السيسي، واللي أعتقد أنه تحت السقف متاع إسقاط الشرعية القائمة بجميع مؤسساتها انطلاقا من المسجد التأسيسي وكل ما ترتب عليه من ناحية، ومن ناحية ثانية تفكيك كل أجهزة الحكم القائمة سواء المركزية منها أو الجهوية أو المحلية. تحت الحد الأدنى هذا فإن نقول اللي الحراك هذايا إذا كان يفشل وما يحققش الأهداف هذية سيكون ارتداداته كارثية جدا على الوضع في البلاد وعلى المسار الثوري في البلاد. الناس ما زالت جاية، الخيام جاية، الماء جاي، الماكلة جاية، الماجستير جاي. اليوم بعد الاغتيال اللي طال قيادة أحد قيادات الجبهة الشعبية الرفيق البراهمي، قررنا اليوم أن نقوم باعتصام. الاعتصام هذا مفتوح من أجل إسقاط
مجلس الخيانه ومجلس العماله. المجلس هذايا اللي عنده على قيلة من 23 اكتوبر وفاته الشرعيه نتاعو، عنده عامين يبتز في الموارد المجموعه الوطنيه، وقاعدين ينهبوا في الريسورس نتاع المجموعه الوطنيه يحطوا فيهم كاتبهم من غير ما يخدموا حتى خطوه للامام. هذا المجلس بالنسبه لنا نحن هو مجلس ساقط، هذا المجلس هو مجلس ساقط. كما قلت لك نحن توا نحضروا الاعتصام. الاعتصام هذا يهدف الى اسقاط اعلى سلطه على القيادة في البلاد اللي هي المجلس الوطني التاسيسي، واسقاط الحكومه واسقاط النظام برمته. يا حماة الحمى يا حماة الحمى، هلم